هنتكلم عن الباوربوينت بريزنتيشن برينسيبلز. يعني انا لما بعمل باوربوينت ايه اللي ممكن اعمله او القواعد اللي انا ممكن اتبعها عشان اعمل طريقة عرض كويسة، احط باراجرافات قد ايه، احط صور، احط ايميج، استخدم حركة في السلايدز، ارتب المعلومة ازاي. ده اللي هناخده النهاردة. زي ما قلنا النهاردة هنتكلم على القواعد لاستخدام باوربوينت بريزنتيشن كويسة. لازم نفهم ازاي ان احنا هنستخدم سلايد، لونها ايه، الخط معمول ازاي، التنسيق بتاع الباوربوينت عامل ازاي. اول جزء هنتكلم على عموما ان انا اعمل نيو فايل للباوربوينت. بعمل سيلكتنج لديزاين تمبلت، يعني زي قالب جاهز. بختار الباك جراوند والكالر بتاعي والسلايد لاي اوت، يعني شكلها ازاي، التنسيق بتاعها يمين شمال فوق تحت، نوع الخط، الايمجز اللي هدخلها في الباوربوينت، الكليب ارس، او يعني لو انا هدخل فيديو ولا ادخل اوديو. اول حاجه لازم افكر فيها في الباوربوينت هي الباك جراوند. الباك جراوند ذا بيزك اوف اني باوربوينت بريزنتيشن از ذا سيلكشن اوف بروبر باك جراوند. باك جراوند كويسه لخلفيه الباوربوينت. زي ما انتم شايفين مثلا الباوربوينت اللي انا عامله لكم، الخلفيه بيضه والكتابه انا كاتب بلون اسمر، وبالتالي الكونتراست او اللي هو الانعكاس سهل بالنسبه لي. good background can enhance the spirit of presentation whereas an improper background can distract the audience. كان ديستراكت ذا اودينس، يعني بتشتته. يعني لو الباك جراوند مثلا، لو انا حاطه لكم دلوقتي مثلا لونها اصفر والكتابه بالابيض، ده هيشتتني، انا مش هعرف اقرا الكلام. فلازم اختار الاول باك جراوند كويس. بفكر فيها في الباوربوينت كويسه هي التكست اللي انا هكتبه. وطبعا زي ما احنا عارفين الباوربوينت بتتميز بالانيميشن. الانيميشن يعني الحركه، ان انا اقدر احرك الكلام، اقدر اركب صوت زي انا مركبه لكم صوت دلوقتي، زي احط ايمج، احط صور. اول حاجه اتكلم عليها التكست انيميشن. one of the advantage a digital presentation is ability to animate text and object. يعني انا ممكن احرك الكتابه، ممكن احرك الصور. الانيميشن كويسه جدا لانها بتشجع الاودينس يبقى مور انترستد، ممكن يشوف يتابع معايا اكتر، لانه بيبقى الحركه بتدي انترست للعين بدل الملل الكتابه كلها ثابته. بس في حاجه بقى، ان اغلبيتنا بيستخدم الباوربوينت غلط، ان احنا بنستخدم الوان كتير وكتابه كتير، وبنستخدم مثلا انيميشن وحركه كتير، وده غلط. قاعده الاجسام بتقول لي less is more، يعني اقل حاجه يعتبر كتير، يعني انا ما كترش بالذات في الانيميشن. اوفر يوز اوف انيميشن بيخلي في ديستراكتنج، يعني في تشتيت، حاجات بتطلع وحاجات بتنزل وحاجات بتتحرك في التكست وفي البيكتشر، وحاجات فلاينج اول اوفر ذا سكرين، جايالي من فوق وبتنزل لي من تحت. دي حاجات مشتته للشخص اللي بيحضر البرزنتيشن بتاعتي، لان في الاول وفي الاخر انا عايزه اجذب انتباهه، مش عايز اشتت انتباهه، وعايزه اجذب انتباهه للمعلومه مش للانيميشن. فانا بستخدم الانيميشن عشان تخدم ان انا اوصل المعلومه، مش لدرجه ان هو يتشتت انتباهه بالحركة وينسى المعلومة اللي انا كنت عايزة اوصلها. في الباوربوينت انيميشن في حركات كده، او في انيميشن اغلبية الناس بتستخدمها. However there is multiple animation technique that may be used repeatedly to the presentation. زي ايه؟ زي drop down list، الحاجة اللي بتنزل ايه، تيجي من فوق تنزل كده لتحت، اللي بتنزل فيد، يعني بتبدا ان هي بتنزل كده مش ظاهره قوي، فيد لحد ما ايه تغمق تغمق. دي من الحركات برضو اللي هي ايه تستخدم. This effect may be used to present a list. يعني انا ممكن ان انا ايه، بدل مثلا ما اقول ان فوائد استخدام الباوربوينت وانزل 1 2 3 4 مره واحده، لا، هنزل واحد الاول بالراحه تنزل كده من فوق، بعد كده انزل اتنين، بعدين انزل تلاتة. ليه؟ عشان اخلي الشخص يتابع معايا نقطة نقطة من غير ما يتشتت انتباهه انه يشوف نقط تانية. دي برضو من الحاجات الكويسة اللي بستخدمها في الانيميشن بتاعت الباوربوينت. عشان اعمل الباوربوينت بتاعي مور انيميتد، مش بس بالحركة، انا بستخدم الساوند. زي ما انا حاطة ساوند دلوقتي على الباوربوينت. Although it's easy to insert a sound template, one should use caution.
Windows contain some long overused sounds. يعني أوقات كتير ما ينفعش إن أنا أستخدم ساوند كتير. طبعا الساوند اللي أنا بستخدمه لكم دلوقتي هو ساوند للشرح. الانيميشن في الباوربوينت او الساوند الانيميشن اللي انا اقصده هنا مش صوت الشرح، لا، اللي اقصده هنا هو ان انا مثلا الحروف وهي نازله نازله بتخبط، الحروف وهي نازله بعد ما تنزل يحصل تسقيف، وهي نازله اسمع صوت كأن حد بيكتب على الكيبورد. هي دي الساوند اللي انا اقصد عليها انيميتد. الحاجات دي استخدامها شوية يجب ان يحصل بحذر، لان هو بيبقى disturbance، صوت عالي. اوقات كتير الصوت ما بيبقاش شغال في قاعات العرض، فيستحسن ان انا ما استخدمهاش بشكل كبير. ممكن كمان ان انا اضيف animated image. It's simple to add image to presentation. Multiple image، ممكن كذا صورة ممكن احطها في سلايد واحدة. بس طبعا زي ما قلنا ما ينفعش ان انا احط في سلايد واحدة صور كتير الوان كتير، ده بيبقى more disturbing. بس الايمج لما احط فيها حركة برضو بتبقى ايه more interesting في الباوربوينت. شوية ان انا بعمل animating للايمج، ده بيبقى very useful for emphasize an audience attention، عشان تجلب الاتنشن بتاعت الناس اللي بتسمعني. again animation can be overused زي ما قلنا. برضو ممكن ان انا الانيميشن بانواعها، سواء التكست انيميشن او الايمج انيميشن او الساوند انيميشن، ما ينفعش ان يبقى اوفر يوز، ما استخدمهاش كتير. so pay careful attention to avoid overdoing it. before any effect is added, presenter should ask themselves is truly enhance the presentation or not. يعني قبل ما احط انيميشن سواء صوت او صوره او حركه لازم اسال نفسي هي فعلا مفيده للبرزنتيشن، هي فعلا هتجذب الاتنشن بتاع اليوزر، ولا هي دوشه شويه صور وايمج وخلاص. زي ما قلنا من الحاجات المفيدة ان انا ممكن اعمل ان انا انزل نقطة نقطة، دي حاجة مفيدة هتخدمني في البرزنتيشن، لكن ان انا اعمل لها صوت هل مثلا مفيدة ولا لا حسب ما انا شايف. الانيميشن بتاعت الباوربوينت ان انا اضيف فيديو الباوربوينت بتاعي. adding video to powerpoint presentation after the video file is inserted. يعني انا بجيب بسجل مثلا الفيديو برا، او بيبقى عندي فيديو برا للباوربوينت، وبختار كلمة insert من التول بار بتاعت الباوربوينت، بعمل لها بدخله جوه الباوربوينت. after insertion بعد ما دخله ببقى عليا ان انا اختار هل to play automatically ولا on a mouse click، يعني هل الفيديو هيشتغل لوحده على طول اول ما السلايد تفتح ولا يشتغل لما اضغط عليه بالماوس. طبعا it's recommended to use a mouse click option، يعني انا استخدم الماوس كليك. ليه؟ لانها بتديني allow me a control of timing، يعني بتخليني اختار الوقت المناسب اللي اشغل فيه الفيديو ادوس عليه امتى. لكن في بعض الاوقات الاوتوماتيك فانكشن is fine when there is a presentation without a live speaker، يعني لما يكون في presentation هيشتغل لوحده من غير ما حد هيتكلم او من غير ما حد هيعرضه، فخلاص يبقى الفيديو يشتغل لوحده من غير ما حد يدوس عليه. احنا قلنا ايه؟ لازم استخدم الانيميشن اللي بيخلي الباوربوينت بتاعي useful، وهل هي useful عشان استخدامها لتوصيل المعلومة ولا لا، مفيدة في توصيل المعلومة ولا هي زحمة على الفاضي. اذا الديزاين بتاع البرزنتيشن لازم يبقى كومباتيبل، مناسب مع هاو بيبل ليرن، يعني لازم يكون مناسب مع كيفية ان الناس بتفهم. الناس بتفهم ازاي؟ لما اعرض لها الحاجة في نقط، لما اعرض لها الحاجة اكتب ديفينيشن وتحتيه ديفينيشن، لما اعرض اقول 1 2 3 استخدم 1 2 3، يعني اكتب 1 وبعدين 2 وبعدين 3. الناس بتفهم كده. الناس ما ينفعش ان انا احط لها مثلا كلام كتير وشرح كتير بدون نقط، هيقولوا لي دي تبع ايه ولا دي عنوانها ايه. احنا بنفهم كده، كلنا بنفهم بالطريقة دي. يبقى اذا وانا بستخدم البرزنتيشن لازم استخدم حاجة او اركز على الهيومن كوجنيتيف بروسيسنج. يعني ايه الهيومن كوجنيتيف بروسيسنج؟ يعني الناس بتستوعب ازاي، الناس بتفهم او عملية الفهم بتتم ازاي. لازم عشان اشوف عملية الفهم اركز اول حاجة على الانفورميشن بروسيسنج شانل. كوجنيتيف ساينتست believe that human mind process information in two channel. الناس او العلماء اللي قالوا ايه؟ قالوا ان الناس بتفهم ايه عن طريق حاجتين، عن طريق الكتابة الفيجوال والصوت، يعني عن طريق ان هم بيشوفوا وبيسمعوا.
يعني ما ينفعش يسمع من غير ما يشوف. لو انا قعدت شرحت 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 من غير ما يشوف، يمكن زي دلوقتي يعني زي الوضع اللي احنا فيه، يمكن انا بشرح من غير ما تشوفوني او ان انا اشاور لكم على حاجة، فيمكن العملية التعليمية قل حتة نتيجة طبعا الظروف اللي احنا فيها. بس احنا كلنا عارفين او العلماء قالوا ان ما ينفعش ان انا اشغل شانل واحدة للانفورميشن، لازم اشغل التو شانل اللي هم ايه، people have separate information، بيحصل في خلال حاجة اسمها دول شانل يعني ثنائية، one for visual material and other for verbal material. يعني هو عنده قنوات فهم ثنائية، قناة للفهم الفيجوال وقناة للفهم الفيربل، ما ينفعش اشغل واحدة، لازم اشغل الاتنين مع بعض عشان يحصل فهم، اللي هي الفيجوال شانل. الفيجوال شانل مهمة ليه؟ لان هي handle all the information that presented to the eye، يعني هي بتراعي ان انا المعلومات تظهر قدام العين، زي اللي قلنا الانيميشن، الفيديو، السلايدز، الكلام من ده. القناة التانية اللي هي بقى ايه، اول حاجة القناة الفيجوال دي بيسميها نون فيربال، يعني مش ايه، مش صوت، هي صورة. القناة التانية هي زي ما احنا قلنا بقى الفيربال اللي هي الايه، الساوند. لازم الاتنين يندمجوا مع بعض. human processing capacity has constraint، يعني برضو استيعاب الاشخاص للمعلومة لها قيود ولها حد اقصى، capacity يعني طاقة استيعاب. To make a decision about the piece of information to pay attention to and the degree to which he or she should build connection between the selected piece of information and existing knowledge. يعني أنا لازم أراعي إن المعلومات اللي أنا بديها له تكون مناسبة للنوليدج بتاعته، تكون مناسبة للكباسيتي بتاعته، مناسبة لتعليمه، مناسبة للدرجة العلمية اللي هو موجود فيها، لأن هو له طريق يعني له حد استيعاب ما يقدرش يستوعب بعده، أو ما اقدرش إن أنا أديله معلومات أكتر من طاقته، أكتر من استيعابه، أكتر من قدرته الذهنية. اتكلمنا عليها في الكوميونيكيشن برينسيبلز، هي اللي تشانل يعني إن هو بيستوعب بك إيه، بقناتين المرئية والصوت، وإنه لازم أراعي الكباسيتي بتاعته. تاني حاجة ان انا limited perception. limited perception زي قلنا من شوية ان ادراك الناس له حد، له سقف، يعني مش كل اللي هشرحه الناس هتستوعبه. نتيجة ايه؟ نتيجة انهم عندهم خلفية معينة. زي مثلا انا ما اقدرش اشرح لكم مثلا تسويق متقدم من غير ما اشرح اساسيات التسويق الاول. يبقى انا لو دخلت شرحت التسويق المتقدم ده او اللي هو الادفانس ماركتنج من غير ما يبقوا عندكم البرنسبلز اوف ماركتنج، يعني ما عندكش البريفيس نوليدج اللي تؤهلك ان انا اشرح فيما بعد، يبقى لازم اعتمد على المرحله العلميه والنوليدج اللي موجوده عندك. إذن therefore when an illustration or animation is presented the learner can only hold a few image. يعني أنا برضو لما أحط له في السلايد خمس ست صور، ما هو عنده طاقة استيعاب محددة، هو هتلاقيه عمره ما هيستوعب كل الصور دي، هيستوعب اتنين تلاتة أربعة مش أكتر من كده. إذن هي ال presented material اللي أنا بعرضها له هي بتاخد جزء من الفهم بتاعه، فما اقدرش ان انا اعرض له اكتر من واحده لان هو له طاقه ايه، استيعاب. لازم اركز على حاجه اسمها الاكتف بروسيسنج. الاكتف بروسيسنج يعني دايما البيبل اندرستاند ذا بريزنتد ماتيريال باي بينج اتنشن تو ريليفنت ماتيريال، يعني هو بيشوف الحاجه اللي ايه، المعلومه المهمه بالنسبه له ويركز عليها، الحاجه اللي ريليفنت ليه، اللي مناسبه ليه، اللي هتفيده. organize into a coherent mental structure، بيخليها بيلورها كده بحيث ان هو يستفاد منها ويربطها بالايه، بالاكزيستنج نولج بتاعته. طب انا ليه بقول الكلام ده في الباوربوينت؟ عشان اقول ان عشان اعمل باوربوينت كويسه لازم اراعي الحاجات دي، لازم اراعي ان انا دول شانل، لازم استخدم الصوت والصوره، لازم استخدمش اكتر من ايمج، لازم اركز على انهم عندهم بريفيس نولج ابني عليها.
وهكذا. This views perceives human as an active processor who seeks to make sense of multimedia presentation. هو بيشوف الملتيميديا اللي هي الصور والصوت والصوت ويربطهم كلهم ببعض بس بميموري ثابته. يعني زي ميموري ثابته يعني ايه؟ يعني السلايد الواحده ما ينفعش يبقى فيها معلومات كتير جدا جدا، لانه في السلايد الواحده مش هيستوعب كل الكلام ده. اوزعهم، اكسرهم على اكتر من سلايد. هو له ايه؟ الانسان له طاقة استيعاب لازم اراعيها في الايه؟ في السلايدز اللي انا بحطها. اول حاجة اراعيها ايه؟ ان انا ما احطلوش حاجات كتير في سلايد واحدة، لانه مش هيستوعب الكلام الكتير ده. لا، انا اكسرها له، لان هو لما هيبص للسلايد الواحدة دي هيركز على 3 4 معلومات منهم، مش هيقدر يجيب الباقي. يبقى الباقي احطه له في سلايد تانية. يبقى لازم اراعي الميموري بتاعته، الوركينج ميموري بتاعته. لازم اراعي حاجه اسمها انكودنج بروسيس. يعني ايه انكودنج بروسيس؟ يعني هو دايما انا لما اشرح حاجه ممكن اشرحها في صيغه مثال. ليه اشرحها في صيغه مثال؟ لان المثال اسهل لكم ان انتوا تفهموه. فانا هعمل ايه؟ هقول اضرب مثال عن حاجه تقوموا انتوا تفهموا. يبقى انا عملت كده ايه؟ يبقى كاني شفرت المعلومه في صيغه مثال عشان انتوا تستوعبوها. فانتوا كده وصلتكم المعلومه وفهمتوها، فعملتوا حاجه اسمها انكودنج بروسيس، يعني فكيتوا شفره المعلومه وفهمتوها. ده اللي انا بحتاج اعمله. بحتاج استخدم ايمج اكزامبلز انيميشن عشان تقدروا ان انتوا يحصل المعلومه تتفهم بشكل جيد. برضو في كذا حاجة لازم استخدمها علشان فك الشفرة يتم بشكل أسرع وأحسن. منهم الديسكريمينابيليتي والبرسبشوال اورجانيزيشن، وهنتكلم عليهم في السلايدز اللي بعد كده. الديسكريمينابيليتي يعني التمييز. يعني ايه التمييز؟ يعني انا طالما هحط له في السلايد معلومتين مختلفين، يبقى كل معلومة بلون، كل معلومة بخط، معلومة قبلها نقطة، يبقى أنا كده ميزت له المعلومة. يبقى initial step of encoding require noticing that it's clearly different. يعني لازم يكون الاتنين مختلفين عن بعض. Discriminability معناها ان انا عندي two probabilities، عنصرين. العنصرين دول بس تحط لهم لونين مختلفين، سايزين مختلفين. طالما هحط different information يبقى لازم يبقوا خط مختلف، سايز مختلف، تحتهم خط بحيث ان انا اميز ان المعلومتين دول مختلفين عن بعض. زي انتوا دايما لما مثلا اديكوا ورق تقروا منه وتقولوا لي مثلا، لو انا ما خدتش بالي مثلا وحطيت عنوان كده من غير ما احط تحتيه بولد او خط، تقولوا لي هو ده عنوان ولا ده تبع الباراجراف اللي بعده؟ ليه؟ لان دي غلط مني، ان انا ما عملتلوش ديسكريمينيشن، ما ميزتوش، ما حطيتش تحتيه خط او لون عشان اميز ان هو عنصر جديد او معلومه جديده. دي على القواعد بتاعه الديسكريمينابيليتي. بتقول ايه؟ unless type faces are large enough، لازم يكون الخط كبير، اللتر واضحه، ما اقدرش اميزهم عن بعض. يعني لو في عنوانين، العنوانين لازم يكونوا العنوان بخط كبير واللترز مختلف عشان اميزهم عن بعض. تاني حاجة، if the color of text or graphic is not clearly distinct from the color of background in which they appear they cannot be easily distinguished. يعني لو انا حاطط صورة او حاطط كلام على، يعني مثلا اللي حاطط الصورة او الكلام لونها اصفر على خلفية صفرة، طب انا هميزهم ازاي؟ ما لازم اميز الحاجات بالوان مختلفة. type faces يعني اشكال الخطوط لازم تبقى مختلفة. هبدأ نقطة جديدة أبدأها بخط مختلف، ممكن استخدم اللي هو تحتي خط عشان أبدأ عنوان جديد أو بولد أو أكتبها بخط معوج وهكذا. على الperceptual organization. الperceptual organization ببساطة كده إن ممكن أقول عليها إيه؟ إن أنا لما أكتب الحاجة أو أنسقها في الكتابة جنب بعض، فأنا منطقيا بعتبرهم معلومة واحدة أو تحت عنوان واحد أو هم لهم علاقة ببعض. ده بشكل مبسط. يبقى الـ principle of power الـ principle of perceptual organization بتقول لي ايه؟ ان الـ people automatically organize information into group. يعني هو المعلومة جنب بعض بيقول ان دول المعلومة دي في الجروب جنب بعض. يبقى لازم اراعي الكلام ده في الكتابة بتاعت الـ powerpoint slides بتاعتي، ان انا لما بكتب الحاجة جنب بعض او تحت بعض يبقى دول ايه؟ اكيد لهم ايه؟ معلومة لها علاقة ببعض. بكتبهم في سلايد واحدة يبقى اكيد لهم علاقة ببعض.
classic grouping rule specify the perceptual condition that lead viewer to see element as a single group. ده اللي احنا قلنا لما المعلومات تبقى جنب بعض يعني ببوصلها على انها single group، على انها مجموعة واحدة. For example, we tend to group together elements that are nearby. يعني الحاجات اللي جنب بعض بقول انه دول المعلومات ايه تبع بعض، تبع نفس الباراجراف، تبع نفس المعلومة. ده بسميها قاعدة اللو اوف بروكسيميتي. لو اوف بروكسيميتي يعني ايه؟ لما احط الحاجة جنب بعض يبقى لها علاقة ببعض. ذاتس وي سي، شفتوا الاكسات دول؟ لو انا حطيتهم جنب بعض من غير مسافة يبقى انا هقول انهم معلومة واحدة، لكن طالما كسرت بمسافة يبقى اكيد هما ايه؟ تو جروب. يبقى لما احط الحاجة جنب بعض بقول انها لو اوف سيميلاريتي، الحاجات اللي شبه بعض والمعلومات اللي جنب بعض ارصها تحت بعض، معلومة مختلفة يبقى احطها في ايه؟ باراجراف مختلفة. زي ما خدنا من شوية البرنسبلز او القواعد بتاعة discriminability، هشوف البرنسبل او perceptual organization. بتقول لي ان labels initially are seen as appealing to the closest graphic element. يعني labels يعني ايه؟ يعني الترقيم او التعليم. لو انا كتبت رقم واحد عادة انا هفهم ان رقم واحد ده اقرب حاجة جنبه هو رقم واحد، او مثلا لو رقم واحد انا كاتب سايب جنبيه فراغ وبعدين كاتب جنبيه كلمة، يبقى منطقي جدا انا هفترض ان الكلمة دي رقم واحد لان هي جنب الايه؟ جنب الليبل او جنب الترقيم. common color organize part of a display into group even if they are separated in space. يعني لو انا كاتب معلومتين في باراجرافين مختلفين طالما استخدمت لهم نفس اللون يبقى عادة الناس هتعتقد ان هم طالما مستخدمين بنفس اللون يبقى هم الاتنين ايه؟ اكيد لهم علاقة ببعض على الرغم ان هم مكتوبين في باراجرافين مختلفين.